شهدت العملة المحلية انهيارات كبيرة في قيمتها أمام العملات الأجنبية طيلة السنوات الثمان الماضية، حيث انهارت معها جميع الخدمات الأساسية دون معالجات جدية للاقتصاد الوطني. هشاشة الملف الاقتصادي على جميع المواطنين نتيجة الحرب الاقتصادية الهوجاء التي أدت إلى زعزعة أركان العملة المحلية وتصاعد العجز المالي الحكومي الذي أثر بشكل سلبي ومباشر على كافة المستويات المعيشية. مشاهدينا، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود. لا حلول تلوح في الأفق حول تحسن الأوضاع الاقتصادية التي ترمي بظلالها على كل مناحي الحياة. انهيار العملة وغياب الحلول والمعالجات المسؤولة أدخل البلاد في عنق الزجاجة، ومعه تحذر الأمم المتحدة من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. الانهيار الاقتصادي تفاقم مع توقف تصدير النفط وفساد الحكومة حسب ما يفنده المحللون الاقتصاديون في هذا الجانب، إضافة إلى غياب المعالجات وكذا المضاربة في سعر الصرف، لتنعكس كل هذه الإشكالات على حياة المواطن الذي بات على شفا المجاعة ومعها فقد الأمل لغد يحمل معه ما يعينه على البقاء في مساحة عيش كريم ووحده الله المستعان. مشاهدينا، حرصنا في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على العديد من النقاط الهامة حول حالة الاقتصاد والعملة المحلية والأداء الحكومي مع ضيفي الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ وحيد الفودعي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. بداية، يتحدث الكثير أن انهيار حالة الاقتصاد يعود أسبابه إلى الفشل الحكومي، كيف ترى ذلك؟ بالنسبة للاقتصاد اليمني، نعرف أن أحد أهم مسببات الانهيار الاقتصادي هو انقلاب جماعة الحوثي على السلطة في عام 2014 وما تلاه من تذبذبات في أسعار الصرف واختلالات اقتصادية كبيرة. نعلم أن جماعة الحوثي استولت على السلطة وفي البنك المركزي أكثر من 4 مليار و800 مليون دولار استنزفت خلال أقل من عام. نقل البنك المركزي إلى عدن وقد استنزفت أغلب احتياطيات البلاد. أيضا عند نقل البنك المركزي إلى عدن، جماعة الحوثي استولت أيضا على الأرصدة المحلية للبنوك المحلية وتسبب بأزمة سيولة حادة. هذه هي كانت بداية الانهيار الاقتصادي، حيث وصل في منتصف 2018 سعر الصرف إلى رقم قياسي في حينذاك عندما وصل إلى 500، وتدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية بوديعة. استقر سعر الصرف نوعا ما خلال السنتين التاليتين، ثم بدأ بالانهيار في مطلع 2020. المسببات كثيرة، ربما أحد أهم المسببات كما تفضلنا هو موضوع انقلاب جماعة الحوثي، ثم ايضا لا يعني الاداء الحكومي ليس بالصوره الكامله او اداء مرضي. هناك قصور، هناك اختلالات، هناك فساد، يعني تخلل الاداء الحكومي خلال الفتره الماضيه. في الوقت الحالي، ايش هي ابرز الاسباب اللي ادت لانهيار العمله المحليه؟ في الوقت الحالي اهم ابرز الاسباب هو ايضا جماعه الحوثي الارهابيه عندما قامت بضرب المنشآت تصدير النفط وأوقفت تصدير النفط بشكل نهائي نهاية العام الماضي. هذا أدى إلى عجز الحكومة على سداد أهم التزاماتها أو حتى الالتزامات الحتمية
للحكومة، وكانت الحكومة على مشارف الإفلاس لولا الاحتياطيات التي بمعية البنك المركزي اليمني والتي تفوق 2 مليار، وكان يستهلك منها لتغطية المزادات. هذه الأموال التي يباع فيها المزادات كانت تغطي جزء كبير من نفقات الحكومة الحتمية ومنها المرتبات والأجور. إذن ضرب منشآت النفط هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الصرف في هذه الأثناء، وأيضا عوامل نفسية أتت إلى السوق بسبب أن المتعاملين في سوق الصرف عندما تأتيهم أخبار أن الحكومة سوف تفلس، وعندما تأتي أخبار أن البنك المركزي اليمني يعني أفلس واستنزف كل احتياطاته، إذن هناك ضبابية في الرؤية. إذن يستغل هذه الأحداث بالذات المضاربين بالعملة لرفع أسعار الصرف لتحقيق مكاسب مالية وأيضا مكاسب سياسية، ومن يعني يكسب المكاسب السياسية بالدرجة الأساسية هم جماعة الحوثي الإرهابية. تفضل. برأيك إنه إيش هي الحلول والمعالجات اللي ممكن نتجاوز فيها هذا الانهيار الاقتصادي ولو بشكل نسبي؟ أحد أهم الحلول هو يعني نحن تكلمنا عن المشاكل، معالجة هذه المشاكل، وآخر مشكلة هي ضرب جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط وإيقاف تصدير النفط بشكل نهائي. عودة تصدير النفط واستئناف الحكومة تصدير النفط الذي يرفض خزينة الدولة بما يعادل 60-70% من الإيرادات، الذي يرفض خزينة الدولة بما يعادل 1.4 مليار دولار، يعني عودة أو استئناف تصدير النفط بأي شكل من الأشكال سواء بشكل سياسي أو بطريقة سياسية أو بطريقة أيضا حتى حربية، استئناف تصدير النفط هذا أحد أهم الحلول. ثم يأتي موضوع الإصلاحات سواء في الجانب البنك المركزي أو في جانب الحكومة، ومنها الإصلاحات المالية المتعلقة بالضرائب والرسوم وتحصيل الإيرادات إلى خزينة البنك المركزي اليمني، وأيضا تطوير أداء البنك المركزي اليمني والحد من الانقسام النقدي الكائن، وهو أحد أهم المسببات أيضا للانهيار انهيار سعر الصرف والانهيار الاقتصادي، وهو الانقسام النقدي ما بين صنعاء وعدن، بنك في صنعاء وبنك موازي حتى اللحظة يشتغل، بنك في عدن وبنك موازي حتى اللحظة يشتغل في صنعاء. يعني معالجة هذه الأسباب قد ربما تعطينا نوع من الاستقرار والاطمئنان المتعاملين في سوق الصرف، ومن ثم الاستقرار أسعار الصرف التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. من يتحمل هذا الفشل؟ هل ضعف دور البنك المركزي أم السياسات المالية للحكومة؟ البنك المركزي لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن الحكومة، يعني هناك يفترض أن يكون تكامل ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية. في أوقات كثيرة كانت السياسة المالية هي المسبب الأساس في الأزمة الاقتصادية، بمعنى عندما يكون هناك عجز في الإيرادات لتغطية نفقات الدولة، العجز في الإيرادات هذه النفقات يعني يجبر البنك المركزي لتغطيتها عن طريق السحب على المكشوف، وفي نهاية المطاف يقوم بإصدار نقدي. إذن البنك المركزي مجبر على أن يعني على أن يصدر النقد ليس لأسباب نقدية بل لأسباب مالية تتحملها الحكومة، وهو العجز في الإيرادات. أيضا العجز في الإيرادات قد ربما لا نعزلها للحكومة لوحدها، لأن هناك ظروف أجبرت الحكومة على عدم قدرتها على توريد الإيرادات وضبط نفقاتها. كيف تتمن دور دول التحالف العربي في دعم الاقتصاد والعملة المحلية؟ بأمانة نحن نشكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي كان له دور كبير في يعني الحد من الانهيار الاقتصادي. أنا تكلمت قبل قليل أنه في عام 2018 وصل سعر الصرف في حينها إلى رقم قياسي، فتدخلت المملكة العربية السعودية بوديعة، هذه الوديعة أدت إلى استقرار سعر الصرف ومن ثم استقرار الأسعار لأكثر من عامين متوالين، عندما كان البنك المركزي يستعملها عن طريق دعم الاستيراد لسلع أساسية. أيضا بأبان نقل السلطة أعلنت وكان في تلك الأثناء أسعار الصرف قد وصلت أيضا إلى أرقام قياسية، أعلنت المملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية بدعم يصل إلى 2 مليار دولار وداع للبنك المركزي، إضافة إلى 1.2 مليار
مليار عبارة عن دعم لمشاريع، هذا يعتبر دعم للاقتصاد اليمني. أيضا أثناء أو بعد أن قامت جماعة الحوثي الإرهابية بقصف موانئ تصدير النفط ومنع الحكومة اليمنية من تصدير النفط، كان هناك مشاورات مع الجانب السعودي. الجانب السعودي طبعا يسعى إلى حل المشكلة اليمنية ويسعى إلى السلام، فضحى بأن يقوم بدفع يعني مبلغ لمساعدة الحكومة اليمنية لمعالجة مشكلتها الاقتصادية، يعني على أن تستمر الهدنة ويتوقف الحرب. فأعلنت أمس بأكثر من مليار ومئتين مليون دولار دعم للموازنة العامة للدولة. هذا الدعم لمدة عام، بمعنى طالما وهو لمدة عام أنه إذا استمر توقف صادرة النفط سيستمر هذا الدعم لأعوام قادمة. خصص هذا الدعم لدعم بعض البنود في الموازنة العامة للدولة مثل المرتبات والأجور وأيضا المشتقات النفطية وأيضا تزويد البنك المركزي بالمبالغ اللازمة لكي يغطي فاتورة الاستيراد عن طريق المزادات. وهذا أيضا يعطي نوع من الإطمئنان لدى المتعاملين في سوق الصرف بأن المملكة العربية السعودية جاهزة، حتى وإن كان هناك يعني أخبار سلبية ناتجة عن توقف صادرة النفط، فالبديل موجود ويمكن أن يغطي الخلل والخلل الاقتصادي، ويمكن أن يغطي عجز الحكومة في تغطية مصاريفها بالذات المصاريف الأساسية كالمرتبات والأجور والمصاريف الحتمية وأيضا مصاريف الكهرباء. شكرا للمملكة العربية السعودية على جهودها وعلى وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني، وأتمنى أن تستغل هذا الدعم الأخير أفضل استغلال بحيث يستفيد منه كافة الأفراد الشعب اليمني. المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى أي مدى يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد؟ ستسهم في نعش الاقتصاد من عدة نواحي. أولا من الناحية المالية، كان هناك عجز في الإيرادات، كان هناك عجز للحكومة بأنها لم تستطيع أن تدفع ربما المرتبات في القريب العاجل. إذن هذا يعني ساعد الحكومة على يعني الحد من الفشل الاقتصادي أو نقول الإفلاس. هذا جانب. الجانب الآخر الجانب النقدي، أنه يساعد البنك المركزي اليمني على أن يقوم بوظائفه المتمثلة بالمحافظة على الاستقرار عن طريق المزادات كما تفضلنا، و يعني المحافظة على أسعار الصرف أو الاستقرار أسعار الصرف ومن ثم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. الجانب الآخر هو الجانب النفسي، يساعد في المتعاملين في سوق الصرف عندما يعلموا أن هناك يعني داعمين، وأن حتى ولو توقفت صادرة النفط فيوجد لدينا داعمين، يعطيهم نوع من الاطمئنان أننا لازلنا في المكان الآمن وأن أسعار الصرف ستستقر، فيؤدي ذلك إلى استقرار أسعار الصرف ومن ثم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. شكرا لك الأستاذ وحيد الفودعي المحلل والباحث الاقتصادي. مرحبا. شكرا لك والأستاذ المشاهدين. الله. مشاهدينا فاصل ونعود. عدنا لكم مشاهدينا، ومعي الآن الأستاذ صدام الكعبي مدير فرع في بنك القطيبي الإسلامي. صباح الخير. صباح النور. بداية، أنتم كطرف أساسي في معادلة الاقتصاد أو المعادلة الاقتصادية، ما الدور الذي تقومون فيه لمعالجة انهيار العملة؟ والله نحن دورنا يتركز في مراحل، منها توفير الحوالات وتوفير العملة للتجار، ونوفر السيولة، نوفر الحوالات الخارجية ونحافظ على استقرارهم وتوفير العملات والحوالات الخارجية بأفضل الأسعار الإمكانيات المتاحة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد. البعض يرجع أسباب انهيار العملة المحلية لسياسات بعض الصرافات، ما تعليقك حول هذا الموضوع؟ والله شوفي، بالنسبة للصرافات قد تكون سبب، بس مش سبب رئيسي. السبب الرئيسي في وضع البلاد بشكل عام، لأنه عندما قام البنك المركزي بتعويم الدولار فتحدد السعر على العرض والطلب الآن، فاللي يحكم السوق ويحكم العملة هي العرض والطلب. وضح لي إيش هو العرض والطلب. واللي هو مثلا كل ما زاد الطلب على العملة كل ما زاد ارتفع سعرها، وكل ما زاد العرض كل ما قل سعرها، فأصبح الآن المتحكم الآمر الناهي في السوق هو العرض والطلب. البنك المركزي فقد دوره بسبب تعويم الدولار وأصبحت السيولة لدى الصرافين، وقد يكون سبب من الأسباب وليس سبب أساسي.
السبب الرئيسي عجز البنك المركزي وتوقف الصادرات برضه. توقف الصادرات تعتبر يعني من اهم اسباب الازمات العملات بسبب انه ما فيش تصدير، لان التصدير يعطيك عمله صعبه يوفر لك رصيده خارجيه. اصبحت العمله شحيحه وطابع اليمني بدون اي غطاء، والصرافين يعني ناس يستخدمون مشمعه بس يعتبروا مش السبب الاساسي. وضع البلاد وظروف البلاد ادت الى هذه الظروف. طيب ايش اسباب اختلاف اسعار صرف العمله من صرافه الى اخرى؟ التفاوت هو يعني كل صراف على حسب طلبه وعرضه، قد يكون في صرافين عندهم طلب اكبر يكون عنده سعر ارفع، واللي يكون عنده ما في طلب يكون سعره اقل. هذا كل واحد يقيس على حسب سوق الصرافين، فبعض الناس محتاج انه يشتري ويكون عنده طلب اكثر بيضطر انه يرفع السعر لكي يسحب اكبر قدر ممكن من العمله. فبالنسبه للجانب الاخر الصراف اللي يكون سعره اقل قد يكون ما عنده طلب ويشتري على حسب طلبه، لذلك لا يغالي بالسعر ولا يرفع. فهذه كلها تفاوتات على حسب الطلب والعرض ما بين الصرافين. طيب كيف ترى القادم في الجانب الاقتصادي وانهيار العملة المحلية مع قدوم المنحة من المملكة العربية السعودية؟ احنا نتمنى ان شاء الله انها تخفف عبء وتخفف على ضغط العملة بسبب ارتفاع الصرف الان. هذه ممكن الوديعة بتقوم ان شاء الله في حل جزء، تعتبر حل مؤقت ما لم في حلول ومعالجات إصلاحات على المستوى الاقتصادي. وأهم نقطة هي فتح الصادرات للبلد، لأن هذه فتح الصادرات بتجيب لك عملة صعبة، فما دام الصادر واقف فما أقدر أنه في تحسن. حتى هذا الدعم قد يكون مؤقتا، لأنه هذا الدعم أجل المستلزمات الأساسية مثل موازنة الدولة والمشتقات النفطية. فعندنا نحن بعض مصادر من ضمنها المواني، صادرات النفط، الغاز، المصافي. إذا افتكت هذه بتفرق بسبب ضغط على العملة في قادم الأيام إن شاء الله أنه يتحسن الصرف، نتمنى ذلك. وظروف البلاد يعني صعبة، نتمنى التحالف أن ينظر إلى بلدنا ويدعم بالذات الجانب اللي كهرباء والمشتقات النفطية، لأن هي سبب تعتبر من أقوى الأسباب اللي تسبب ضغط على العملة وارتفاعها. طيب الدعم المقدم كيف ممكن يؤثر يعني على انهيار العملة المحلية؟ هو بيأثر بشكل يعني مؤقت، وهو إنما يعتمد على الإصلاحات التي يقوم بالاستفادة من هذا الدعم. فكل ما كانت الإصلاحات والاستفادة وخطط وفي آليات الاستفادة من هذا الدعم في كلها أثر إيجابي على الاقتصاد، فيتبعها إصلاحات. لأنه إذا حقت هذا الدعم ما فيش أي إصلاحات ولا تحسين في الوضع الاستراتيجي من قبل البنك المركزي والتخطيط الاستراتيجي فتكون فترة مؤقتة ونعود نفس ال. أنتم ما هو الدور الذي تقومون فيه؟ الدور إحنا والله نقوم نعتبر يعني من باقتصاد البلد، نقوم ونوفر جميع الخدمات الاقتصادية بالشكل المتاح، من ضمنها التجار نخدمهم في جانب الحوائط الخارجية، السوفت، العملات، الخدمات. الآن انتشار الفروع نوفر لهم نقاط للفروع في استلام المبالغ وتوريدها وتحويل لهم العملات. يعني نقوم بكافة الدور الاقتصادي اللي يحتاجه الشركات والمؤسسات والتجار الصغار إلى الكبار، وحتى على المستوى الشخصي لأن موفرين الماستر كارد والصرافات الآلية بشكل المستطاع في ظرف البلاد هذه الإمكانيات المحدودة. طيب كيف ترى السياسات المالية لوقف انهيارات العملة الحكومية؟ والله هو في سياسات وفي أعتقد نية إصلاح، بس إذا ما فائدة الإصلاحات من الإصلاح ما فيش موارد ما فيش صادرات. هذه الأشياء إحنا بنركز عليها لأن هي السبب الجوهري في تحسين الوضع الاقتصادي. فإذا كانت في سياسات أو آليات وما فيش موارد ولا في عملة صعبة ما فيش فائدة. فالأحرى أنه يتم التركيز على الصادرات وفتح المنافذ والتصدير اللي يجيب لك عملة صعبة، ومن ضمنها بعدها تقوم بإجراء سياسات وإصلاحات وتحاول انها تعمل تكشيف. لانه يعني البنك المركزي قام بدور كبير الان في وقف طباعه العمله المحليه، بس مع ذلك واجه صعوبات، يعني واجه صعوبات بوقف الميناء وفتح منافذ اخرى، والجمارك الان خف الاقتصاد حقها، التوريد حقها الى البنك المركزي. لذلك يعني نتمنى انه يكون في اصلاحات بما ينتفع بها المجتمع والجهات الشركات
التجارية وبالذات المصانع المحلية. هل كافة الصرافات تعمل تحت ظل البنك المركزي؟ أكيد شيء هذا أكيد، يعني البنك المركزي هو اللي يمنح تراخيص الصرافات، فما في أي صرافة أعتقد يفتح ولا يسمح له يشتغل بترخيص البنك المركزي في هذا الأمور هذا. بس قد يكون في بعض صرافات ما تلتزم على مدى إلزامية الصرافات قرارات البنك المركزي، هذا شيء يقيمه البنك المركزي نفسه إنه هو اللي يوضع السياسات ويتم متابعة السياسات. إيش السياسات اللي يوضع البنك المركزي؟ والله مثلاً يعني تخفيف من الطلب بدون الطلب، مثلاً تشتري عملة بدون أي توجه لها تصريفها، وقد في ناس يعني يتعمدوا إلى تلاعب في السوق لأجل مصالح شخصية. فالبنك المركزي عليه أن يقوم بمراقبة وهذه الأشياء تخص جانب البنك المركزي بجانب الصرافة. إحنا ما نتكلم، إحنا نتكلم على جانب بنكي. بس كما كان الصرافة ممكن هذا السؤال توجهه للبنك المركزي، هو بيفيدكم أكثر ما هي السياسات اللي يحطها للصرافين ومدى تطبيقها على الأرض الواقع. وبالنسبة للجانب البنكي؟ جانب البنكي التزام، إحنا ملتزمين بشكل ممتاز وآخذين العناية الواجبة بشكل ممتاز، والبنك المركزي يقوم بالمتابعة ورفع له التقارير الأسبوعية على مدى التزامنا بقرارات البنك المركزي. شكرا لك على التوضيح صدام. الله يحفظك، شكرا. أيوة. مشاهدينا، إذن لابد من وجود حلول عاجلة وجدية لملف الاقتصاد وانهيار العملة المحلية. حتى الملتقى في حلقة جديدة، دمتم بخير.